في دراسة جديدة أصدرها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أكد من خلالها أن مدينة المنصورة الجديدة واحدة من المدن الذكية التي تعتبر ظهير عمراني وخدمي وتجاري وسياحي أيضا جديد بيستوعب الزيادة السكانية المضطردة. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن هذه الدراسة من ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة هبة زين الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أستاذة هبة صباح الخير عليك. صباح النور. يا أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. في البداية عايزين نتكلم عن طبيعة هذه الدراسة ونوعها. الدراسة كانت في حد ذاتها كانت بتبرز فلسفة الدولة في إنشاء مدن جديدة، كانت بتتناول أهم المدن الجديدة التي تم إنشائها، وعلى رأس المدن الجديدة طبعا تم تناول مدينة المنصورة الجديدة بما أنها آخر المدن التي تم افتتاحها مؤخرا. الحقيقة مدينة المنصورة الجديدة تعتبر نموذج حيوي على الأرض لرؤية مصر في إطلاق مبادرة المدن المستدامة العالمية التي أطلقتها في كوب 27. مدينة العاصمة مدينة المنصورة الجديدة من المخطط أنها تكون عاصمة السياحة الترفيهية والسياحة الشاطئية، وأنها تكون مركز إقليمي للعدد من الأنشطة الاقتصادية، واحدة من المدن المستدامة التي اتخذت الدولة مؤخرا نهج بناء هذا النوع من المدن. بتتوفر فيها عناصر الاستدامة البيئية والاستدامة العمرانية. طيب ليه الدولة اتجهت هذا الاتجاه بأنها تقوم ببناء مدن جديدة؟ ده برضو أظهرته الدراسة. تم الحديث عن حالة التكدس السكاني التي تعيشها مصر في الوقت الحالي. بالظبط. خليني أسأل بقى حضرتك بالظبط عن النقطة دي، يمكن ده المهم جدا. لو شفنا المصريين كلهم متكدسين على 7% بس من أراضي الدلتا، أهمية بناء ظهير عمراني وخليني أقول خدمي كمان، ويعني في مدينة زي بحجم المنصورة، ان انا ابقى بعمل مدن جديدة، ايه هي؟ طيب خلينا نتكلم عن اقليم الدلتا الجديد، اقليم الدلتا اللي اتبنت فيه المنصورة الجديدة. الاقليم ده يعتبر تاني اقليم حجما في السكان، بحجم سكان حوالي 20.6 مليون، من اكتر الاقاليم زيادة سكانية. مساحته لا تتعدى 1.2% من مساحة مصر. نسبة الحضر فيه 28%، بيقوم على انشطة اقتصادية زي الزراعة والصيد، وبالمناسبة دي أنشطة بتعتمد أو بتعاني من البطالة الموسمية. فتخلينا نتخيل بالمعطيات اللي احنا بنتكلم فيها دي، لو استمرينا على الوضع الراهن وما كانش فيه مدينة منصورة جديدة، طبعا كان هيستمر مسلسل البناء المخالف، هيستمر التشويه العمراني، هيستمر التعدي على الأراضي الزراعية، هيستمر التكدس السكاني. ده لا محالة هيعمل عدم استقرار اجتماعي في وقت من الأوقات. لذلك كان لابد من تدخل الحكومة بشكل حاسم وناجز ببناء أولا مدينة المنصورة الجديدة وعدة مدن جديدة تكون بديل لعملية البناء العشوائي وأزمة السكن اللي كان بيعاني منها المواطنين. كان بيكلف 20 مليون مواطن سابقا. بالضبط. للأسف أزمة السكن يعني عانينا منها لسنين، ما كانش في حركة عمران قوية موجودة. يمكن كانت أغلب العمران اللي كان بيتم من خلال القطاع الخاص. في بعض الأحيان البديل ده غير مناسب لبعض المواطنين أو لشريحة معينة من المواطنين. صحيح. فكان لابد من تدخل قوي من الحكومة، مراعي هذا البعد، يراعي الجانب المادي والجانب الاجتماعي للمواطنين. لذلك هنلاقي ان مدينة المنصورة الجديدة راعت عدد كبير من المشاكل اللي كانت بتعاني منها المدن الجديدة وقت بنائها من عشرات السنين. يمكن احنا خلال 30 سنة اللي فاتت في تم بناء 22 مدينة جديدة، يمكن ما كانش ليها الأثر والمردود دي مدن القوي. الجيل الأول والثاني والثالث.
بالظبط ما كانش ليها المردود القوي او كانت جاذبه بشكل كافي للسكان زي ما كان متوقع، واستمرت لانها لم تكتمل. حتى في بعض الاماكن بناءها لم يكتمل، مدن جديده لم يكتمل بناءها وفي تفتقد وتفتقر ليه الخدمات، فاصبحت طارده للسكان بدل ما تكون جاذبه. بالظبط، يمكن كانت الناس يعني بتعتمد على المدن دي في الوقت ده كاستثمار عقاري لا اكثر. ما كانش في حد عنده الشجاعه انه يسكن في المدينه دي، اولا لان ما فيش اي انشطه اقتصاديه يقدر يعتمد عليها يقدر يشتغل فيها، ما بتوفرش فرص عمل، ما بتوفرش بنيه تحتيه ومرافق جيده، ما بتوفرش مساحات ترفيهيه اقدر يعني انا محتاج المكان اللي اسكن فيه، انا مش محتاج اخرج بره علشان ادور على خدمات تانية، مش محتاج اخرج بره علشان اتعلم، مش محتاج اخرج بره عشان الاقي فرصة عمل. يمكن هي دي فلسفة بناء المدن الجديدة حاليا. يمكن ابتدت تراعي ان كل مدينة يكون مش بس اعمار سكني، لا لازم تكون فيها مناطق اقتصادية، لازم تكون فيها فرص عمل. ده اللي عايز عمل. اتكلم معاكي فيه، ازاي تطرقتوا في الدراسة لهذا الامر؟ انت اتكلمت ان الدلتا بتعتمد على العمالة الموسمية سواء في الزراعة او في الصيد، فدي مواسم بيشتغلوا وبعد الموسم بعد الحصاد بيقعد لحد ما يبتدي يزرع مرة تانية، وكذلك برضو بالنسبة للأسماك. إزاي مدينة المنصورة أو تطرقت في الدراسة لانعكاسات ما حدث في مدينة المنصورة على الوضع الاقتصادي وعلى العمالة الموجودة في الدلتا بشكل عام؟ الحقيقة المنصورة الجديدة ابتدت ان هي تنمي فكرة التنمية الاقتصادية اكتر من تنمية عمرانية، فكان من الحاجات الاساسية اللي موجودة في المدينة ان هي لازم تكون فيها مناطق استثمارية، مناطق تنويع النشاط الاقتصادي، مش بس نعتمد على الزراعة وعلى حتى السياحة في المواسم الصيف زي في مناطق الشاطئية. لا كان في تنوع في الأنشطة الاقتصادية، كان داخل صناعة، سياحة، خدمات تجارية استهلاكية، بحيث انه تكون في التنوع ده يكون جاذب لعدد كبير من العمالة، انها تكون قادرة يعني تستوعب العمالة سواء البطالة الموسمية او عمالة دائمة تكون شغلها الأساسي في هذه الأنشطة الاقتصادية. من الحاجات برضو المهمة في المدينة ان هي راعت البعد الاقتصادي والربط مع المدن او المدن القائمة. يعني هنلاقي مثلا كان في اهتمام قوي بفكرة شبكات الطرق، ودي كانت من الحاجات اختيار الموقع في البداية. بالضبط، المدينة هي بتتوسط ثلاث مدن قائمة بأنشطتها المعتادة الاستهلاكية، الصيد، الزراعة، فكان من المهم ان يكون في شبكة طرق تحاول ان هي تربط المدينة الجديدة، بحيث انها ما نعملش زي مدن الجيل الاول والثاني والثالث اللي هي كانت بتعتبر منفى، يعني اللي بيعيش فيها خلاص هو منقطع عن كافة الخدمات. لا المدينة راعت ده في التصميم، راعت كمان الوجه البيئي في استدامة المحافظة على البيئة لسنوات، راعت كمان التغيرات المناخية، راعت كمان ان يكون في وسائل نقل، بحيث ان انا ساكن في المدينه الجديده عاوز اخرج براها لا سهل ان انا اخرج، وبتكلفه ماديه مناسبه، وده اللي بتوفر فيه فكره المواصلات الجماعيه اللي موجوده داخل المدينه وتم تشغيلها من اول يوم التدشين للمحافظة. طيب حابة أعرف من حضرتك، احنا اتكلمنا انه 20 مليون مواطن، ده رقم كبير جدا جدا، بعد إنشاء المنصورة الجديدة هيبقى كام مليون مواطن هتقدر تستوعبها مدينة المنصورة الجديدة؟ وكمان حابة أتكلم عن الطبيعة الجغرافية للمنصورة الجديدة. هي من المستهدف ان المدينه تستوعب 680 الف نسمه، ده طبعا رقم قليل، احنا بنحاول نقلل الكثافات السكانيه، مش هنبص بس على مدينة المنصورة الجديدة وان ده شايفينه انه رقم صغير، لا ده رقم يعتبر كبير، لان مع النمو السكاني الرقم ده هيزيد، في اسر هتنمو داخل المدينة. احنا مش عايزين نعيد مسلسل التكدس السكاني تاني، مش المهم ان العدد يكون كبير جوه، غير كده ان احنا عندنا بدائل تانية على الشريط الساحلي، احنا مش بس احنا عندنا بس المنصورة الجديدة، لا في عدة
مدن جديدة بتبنى على نفس الشريط الساحلي ده، بحيث انه تسحب او تجذب جزء من التكدس السكاني داخل اقليم الدلتا. طبعا ده وفقا لاختيارات السكان ومدى قربهم للمدن المختلفة، مدى مناسبة الأنشطة الاقتصادية، ومدى مناسبتها للحالة الاقتصادية. الاختيارات مختلفة داخل الشريط الساحلي والمدن الموجودة هناك. طيب ده عظيم جدا. استاذ هبه، هل برضه تطرقت في الدراسة لمردود كل حاجة موجودة في المنصورة الجديدة على ساكني هذه المدينة الجديدة؟ لأنه بكل تأكيد لما أكون أنا ساكن في مكان بهذا الشكل، في مساحات من اللاندسكيب موجودة، في أنشطة رياضية، في مستشفى أو وحدة صحية، في يعني كل الخدمات متكاملة، في أنشطة سياحية وترفيهية، في أماكن للعمل زي ما قلنا، إن في مجمعات للمصانع وخلافه. فلما أكون أنا ساكن في مكان زي ده، أعتقد ده بينعكس على إنتاجية الشخص نفسه اللي ساكن في مكان زي ده. فهل اتكلمتوا عنها في الدراسة؟ يعني تطرقنا فيها على استحياء، ما كانش التطرق كبير، بس طبعا ده شيء طبيعي، ان احنا دايما بنحاول نرفع من جودة حياة المواطن، وده اللي بنبحث عنه طول الوقت. انه يكون يمكن المدينة في تصميمها وتخطيطها كان بيراعي ده بشكل قوي، ان المناطق الصناعية تكون بعيدة نوعا ما عن المناطق السكنية، بحيث يعني توفير جزء من الهدوء وجزء من الراحة للمواطنين، اللي احنا اصلا بنعاني منه في المدن القائمه. صحيح. حاليا دلوقتي بقى عندنا تشوه عمراني، بقى عندنا الورش جنب الحاجات البيوت. الخدميه جنب جنب السكن، الانشطه السكنيه كلها تدخلت مع بعض. يمكن ده ما بقاش يوفر اي راحه في للمواطن، وطبعا ده بيأثر على انتاجيته، بيأثر على راحته، بيأثر على مدى رضا العام عن الأداء الحكومي، عن الأداء العام في البلد. ده كان من الحاجات المؤثرة والأساسية اللي كانت في تصميم المدينة. يمكن المدينة كمان بتوفر أماكن ترفيهية، بتوفر ممشى، يعني ممشى ترفيهي زي ما كورنيش المنصورة الجديد، بتوفر أماكن لسير دراجات، في أماكن لمشي ممشى الناس عادي. ففي تنوع في الأنشطة الترفيهية اللي ممكن تمارسها كل سكان المدينة. يمكن ده إطراع في يمكن ابتدينا نشوفه في المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع ومدن الذكية، إن هي تراعي ده من اليوم الأول للتخطيط. احنا دلوقتي حاليا بنعاني في ان احنا بنحاول نعمل مسارات للدراجات، بنحاول نلاقي مسارات لممشى المواطنين. صحيح. لكن دلوقتي واحنا بنخطط بنعمل حساب ده بالضبط. طيب شايفة ازاي رؤية الدولة للمدن الجديدة، رؤية الدولة الشاملة لبناء المدن الجديدة، وازاي مدينة المنصورة الجديدة بالتحديد هي شريان لامتداد هذه الرؤية؟ الحقيقة هي الأزمة ما كانتش في إقليم الدلتا بس، لا، الأزمة أو أزمة التكدس السكاني هي موجودة في كافة المحافظات. إحنا بنعاني من حالة كثافة سكانية عالية جدا. إحنا عندنا محافظة القاهرة من أكثر الكثافات السكانية بالعالم، يعني بيعاني فيها كثافة سكانية في المساحة أو الكثافة السكانية المأهولة بتوصل ل 52 ألف ساكن في الكيلو المتر الواحد، ودي كثافة رهيبة. يعني فعلا يعني مكان مخنوق. فكان لازم 52 متر في الكيلو المتر الواحد، 52 ألف نسمة في داخل الكيلو الواحد. احنا بنتكلم انه مدينة بحالها تستوعب 650 ألف، يعني انتوا فاهمين الفرق هنا، فرق عظيم. وده اللي بنحاول ان احنا نعمله، نقلل التكدس السكاني، نقلل الكثافة السكانية، مش في الإقليم الدلتا بس، لا، في كافة المحافظات، لان هي جميعا بتعاني. ويمكن احنا لو بصينا على خريطة المدن الجديدة اللي بيتم إنشائها، هنلاقيها منتشرة على كافة المحافظات، من أول مرسى مطروح لحد الأقصر وأسوان تحت، هنلاقي في مدن جديدة بتقام داخل كل محافظة، بحيث أنها تقلل الكثافة السكانية
بيها. صحيح. نشكر طبعا حضرتك، شكرا جزيلا، شرفتينا ونورتينا الاستاذه هبه زين الدين الباحثه بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. شكرا جزيلا. شكرا لك.